طبعاً تغطيتنا اليوم عن تويوتا كوريلا بموديل 2018، تعتبر من أشهر السيارات أكيد، لكن الملفت للنظر طبعاً كل ما جيت صورت سيارة الناس ما يلتفتوا لنفس السيارة اللي صورها، لأنهم يسألون عن السيارة اللي قبلها أو السيارة اللي بعدها. طبعاً اللي قبلها شيفروليه تاهو، راح أتكلم عن تفاصيلها بشكل سريع. بموديل 2008 عداد 244، سعره ب 34,000 ريال، واللي بعده أكيد شيفروليه ماليبو. اللي حاب يعرف تفاصيل أكثر عن شيفروليه ماليبو راح أغطي لكم إياها بتغطية تفصيلية، بس اكتبوا لنا في خانة التعليقات. راح نتكلم عن تويوتا كوريلا بموديل 2018. طبعا تعتبر من أشهر السيارات، مواصفاتها جميلة وميزاتها كثيرة، إضاءات رجيم بالنسبة للعالي والواطي وكشاف ضباب، جنوط حديد، إشارات بالمرايات، المقابض كلها بلون السيارة، نظرة سريعة الجزء الخلفي، حساسات خلفية أكيد، شعار المحرك 1.6 اكس لاي، تعتبر من فئات الستاندرد. وهذا الجزء الجانبي، هذه كاميرا خلفية أكيد، طبعا بعض الإضافات اللي موجودة عليها، هذه المساحة الخلفية، وهذه مقصورة الداخلية. طبعا سعرها ب 45,000 ريال، عدادة 147,000 كيلو، موديل 2018، فيها شاشة اكيد، الجير اوتوماتيك طبعا، بريك يدوي، تحكم بالدركسون، تراكشن، تحكم بالمرايات الجانبية ومساحة تخزين اكيد، مراتب مخمل، تحكم به يدوي. طبعا نظام الدفع في السيارة دفع امامي، 4 اسطوانات، 1600 سي سي، تقريبا الاحصنة فيها حول 119 حصان. نثبت السرعة، هذه الشاشة، طبعا الجزء الخلفي إضاءات LED أكيد، جاب تصميم أو شكل جميل. وهذه الإضاءة طبعا في الواجهة الأمامية، جاي إضاءة LED نهارية بشكل بسيط. هذه الشاشة، ما شاء الله فيها كل الأنظمة، اكتبوا لنا رأيكم فيها وش رأيكم بتويوتا كوريلا بموديل 2018 في خانة التعليقات.